learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. فضل تعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.